أيها الإخوة الكرام، شاءت حكمة الله جل جلاله أن يمرض الإنسان، وفي المرض عوامل لا تزال مجهولة، فبينما تجد أسباب المرض تصل إلى بعض الأجسام فتفتك بها، تجد أجساماً أخرى تمتنع عن أن يفتك بها جرثوم. وهناك بحوث كثيرة لا شك أنها متوقفة عند سر. يبدو أن عوامل المرض وعوامل الشفاء أقلها بيد الإنسان وأكثرها بيد الله عز وجل. إن الطبيب له علم يدل به إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. لذلك فضلاً عن أن تسلك وصية النبي عليه الصلاة والسلام في مداواة المرضى، تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى ما خلق داء إلا وخلق له دواء، فالمداواة مطلوبة وفي بعض الأحيان واجبة وفي بعض الأحيان الأخرى أنت مخير أن تداوي أو أن لا تداوي، لهذا تفصيل في وقت آخر. لكن ما دامت عوامل المرض وعوامل الشفاء أقلها بيد الإنسان وأكثرها بيد الله، إذاً ينفعك أن تتصل بالله وأن تسأله الشفاء. فلذلك ثبت في الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه واستعد للنوم نفث في يديه وقرأ المعوذتين ومسح بها جسمه. هذه رقية أساسها العلمي أن عوامل الشفاء وعوامل المرض في معظمها بيد الله، وأنت لك أن تسأله الشفاء وأن تسأله الحفظ. فكما قلت، الطفل أحياناً يسأل والده لأنه لا يملك أسباب تحقيق أهدافه، الأب يملكها. لو أن الطفل يملك الأسباب لما سأل أباه، لكن الطفل أحياناً ليس معه مال ليشتري هذه الدراجة، يسأل أباه، فالأب هو الذي يملك الأسباب. لو كبرنا هذا المثل، الله عز وجل بيده أسباب كل شيء، بيده مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح الأشياء كلها بيده. فأنت إذا سألته سألت من يملك، وإن سألت غيره سألت من لا يملك. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ليقينه أن عوامل السلامة وعوامل الشفاء وأسباب المرض بيد الله عز وجل، فهو لا يملك إلا أن يسأل الله. سؤال الله عز وجل بالشفاء وأن تستخدم القرآن الكريم، أن تتلو القرآن الكريم أو آية الكرسي أو المعوذتين، هذا من الرقية، والرقية مشروعة في الإسلام. لكن هناك من يدجل على الناس فيكتب لك كلاماً لا معنى له، وخطوط وإشارات وحروف لا نفهمها، هذا باطل في باطل. أما الإنسان إذا قرأ لك القرآن وكان موصولاً بالله وصالحاً، فهذا مما أقر به النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى، كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. إذاً قراءة القرآن بنية الشفاء والسلامة والحفظ، هذا من الرقية. هناك قصة ينبغي أن نقرأها لكم. وقبل القصة، عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاً يجده في جسده،
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا الكلام منطلقه أن أسباب السلامة وأسباب الشفاء وأسباب المرض بيد الله عز وجل، الإنسان يعلم أقلها ويجهل أكثرها، والله سبحانه وتعالى بيده كل شيء. فأنت حينما تقرأ القرآن بنية الشفاء أنت سألت الله الشفاء فقط، أنت موحد، ما فعلت شيئا يظنه الناس خرافة، أنت موحد تسأل من بيده عمل هذه الأجهزة أن يشفيك. القصة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. يعني إذا الإنسان زار مريض وكان صالحا وكان مقربا إلى الله عز وجل فيما يظن، ولا نزكي على الله أحدا، يقول: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. القصة الطريفة التي رواها الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، كقصة سيدنا الخضر وسيدنا موسى، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، يعني على وشك الموت. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين رفضوا أن يستضيفوهم، لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحدكم منكم شيء؟ فقال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، بدنا إجرة. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يقرأ الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة وينفث بها على اللذيغ، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، يعني وجع ولا ألم، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. وقال بعضهم: اقسموا، يعني وزعوا الغنائم وجبة أو صفقة جيدة. فقال الذي رقى، الذي رقى للمريض: لا تفعلوا حتى نأتي يا رسول الله فنذكر له الذي كان رأى من لؤمهم، من لؤمهم الشديد، رفضوا أن يستضيفوهم، فاشترط عليهم أن يرقى لهم بأجر، تصالحوا على قطيع غنم. فلما انطلقوا قال: تعالوا نقسم. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي عليه الصلاة والسلام فنذكر له الذي كان فننظر في أمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال للصحابي الذي رقى للمريض: بأم الكتاب، وما يدريك أنها رقية، هي الفاتحة رقية. ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما، كي يطمئنهم وأن فعلهم جيد وأنهم ما فعلوا شيئا خلاف المنهج. قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما
وضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان. وفي رواية مشابهة قال النبي للراقي الذي رقى لهم: قل فلعمري كم ممن أكل برقية باطلة، لقد أكلت أنت برقية حق. أيها الإخوة، المفاد من هذا كله أن الشفاء بيد الله، فضلاً عن أنك تذهب إلى طبيب متفوق ويصف لك الدواء وتأخذ الدواء بدقة بالغة وقد تتصدق، فضلاً عن كل ذلك بحسب هذه النصوص الصحيحة المعتمدة التي هي في أصح الكتب، يمكن أن ترقى لنفسك أو أن ترقى لغيرك، يعني أن تقرأ القرآن، أن تضع يدك على جبين المريض وأن تقرأ له القرآن، هذه رقية وقد وردت في السنة المطهرة، بل إن القرآن الكريم ذكرها. وقيل: من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كان عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه، وظل عليه الصلاة والسلام كذلك طوال عمره. في رواية أخرى أن النبي كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات. قالت عائشة: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيدي لبركتها. الملخص أن عوامل المرض والشفاء بيد الله، وأن عوامل السلامة والعطب بيد الله، وأن أقل هذه العوامل نعرفها وأكثرها لا نعرفها، وما دام الأمر بيد الله ونحن عباده وقد أمرنا أن نسأله، فالرقية إذن من هنا حق، وقد وردت في القرآن وفي صحاح السنة. هناك من يسخر أحياناً أنه يقرأ الفاتحة على مريض أو يقرأ المعوذتين أو آية الكرسي، هذا من السنة الصحيحة وتفسير أن الشفاء بيد الله، وأنت بعد أن أخذت بالأسباب من ذهابك إلى الطبيب وتناولك الدواء والصدقة، هناك سبب آخر للشفاء أن تسأل الله سبحانه وتعالى بفضل القرآن الكريم، بفضل آية الكرسي، المعوذتين، الفاتحة، أو شيء من كتاب الله أن يشفي هذا المريض، فلا شافي إلا الله عز وجل.